السلام عليكم. ألقت شرطة سيدي بلعباس القبض على المتورطين في حادثة الشاب يحيى بغض والتي وقعت أمس الأربعاء بدائرة بن باديس، وتم توقيف 4 أشخاص متورطين، حيث لاحقت العناصر الأمنية الجاني وشركائها الذين فروا إلى وجهة غير معروفة، واهتزت بلدية بن باديس بسيدي بلعباس على وقع حادثة أليمة راح ضحيتها الشاب في العقد 3 من عمره يقطن ببلدية سيدي الحسن. وكان الضحية متواجد في بلدية بن باديس لزيارة جدتها، فتحولت الزيارة إلى شجار عنيف ما تطلب نقله على جناح السرعة إلى المستشفى ببلدية بن باديس، أين حاول الأطباء جاهدين الإسراع في إنقاذها، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك عند دخوله مصلحة الاستعجالات، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا وملاحقة الجاني الذي فر إلى وجهة غير معروفة. إنا لله وإنا إليه راجعون.